أهلا وسهلا فيكم مشاهدينا، ومسك الختام الحديث عن مجتمع المهندسين الدولي، وهو منبثق من إنجاز أو أحد المشاريع اللي طلعت من إنجاز. اليوم بدهم يحكوا لنا ضيوفنا الكرام عن مشروع عملوه لتوليد الطاقة الكهربائية، طرق بديلة لتوليد الطاقة الكهربائية. يعني الموضوع معاهم هم رح يكونوا لنا بالتفاصيل عنه بشكل أكبر. بدي أرحب أول شيء بالمهندس محمد الهياجني. أهلا وسهلا فيك، أنت الرئيس التنفيذي لموقع مجتمع المهندسين الدولي. والطالب شادي الزعبي أيضا، وهو مستفيد من مشروع إنجاز. أهلا وسهلا فيك. صباحكم سعيد. صباح شبابنا الرياديين حقيقة. موقع مجتمع المهندسين يعني بهذا العنوان وهذه التسمية، تجب يعني علينا من خلالك الإيضاح والتفسير لمن يشاهدك الآن. مسمى جميل وبه تفاؤل أيضا بنفس الوقت، وهو موقع ومجتمع المهندسين. صباح الخير عليك وعلى المملكة الحبيبة. ببساطة، مجتمع المهندسين الدولي هي فكرة انبثقت من 4 مهندسين من الصعوبات اللي واجهت لنا تحديدا وإحنا طلاب. أول شيء بنشكر إنجاز لأنها كانت هي المساعد إلنا وساعدت لنا فعليا أنه نطورها كمؤسسة ومجتمع فعليا يفيد المهندسين على أرض الواقع. هو موقع إلكتروني بتيح لكل مهندس، سواء كان بروفيسور، سواء كان دكتور جامعة، أستاذ مشارك، سواء كان مهندس في سوق العمل أو مهندس لسه على مقاعد الدراسة، بتيح له المعلومات اللازمة عشان يكمل طريق حياته. بالإضافة أنه يكون في وسط كل مهندسين يستفيد من كل الخبرات الموجودة في هذا الوسط، يحس حاله فعليا في بؤرة هندسية ممتازة، بحيث أنه يطور أي فكرة هندسية بتكون بباله أو أي فكرة حتى لو مش هندسية. لأنه أي مشروع إحنا بنعمله نحتاج يكون مهندس فيه بغض النظر شو كان المشروع. فتحديدا في مجتمع المهندسين الدولي إحنا بنساعد كل حدا مهندس عنده فكرة انه يطورها وينميها. وفعليا في جزئيه ثانيه ما بنخليه يبعد عن الجزئيه الاجتماعيه اللي في المواقع الاجتماعيه الثانيه زي فيسبوك مثلا. احنا بنوفر له هاي الجزئيه عندنا في مجتمع المهندسين الدولي او موقع مجتمع المهندسين الدولي، عشان ما يحس حاله بعيد او يحس حاله في بيئه مش اجتماعيه، فبقدر مثلا ينشر تفاصيل حياته، شو عمل، لوين وصل مشروعه، كيف استفاد وباي طريقه ممكنه. طب الآن إحنا كمان بدنا نستفيد، يعني هلأ أنتم المهندسين مع بعض أوكي بتجتمعوا وعاملين رابطة، عاملين موقع، عاملين منتدى، مجتمع لكم، بس كمان أنتم جزء من المجتمع. وفي الموضوع اللي بدنا نحكي فيه الآن اللي هي الطرق البديلة لتوليد الطاقة الكهربائية، وإحنا داخلين على الشتاء وبنعرف أن استهلاكنا للطاقة بيزيد، والناس بتصير تشكي من فواتير الكهرباء الزيادة واستخدامها الزائد للسولر لوسائل التدفئة مثلا. لكن إحنا كيف بدنا فعلا نخلق طرق جديدة الناس العامة يقدروا يستفيدوا منها، مش بس حابة أسمع من شادي شو رأيك؟ أكيد. زي ما تفضل أستاذي وحكى عن شركتهم بالاختصار اسمها EIC، كانت أحد المنظمين الأساسيين لمسابقة تسمها فولينج وول. مسابقة الفولينج وولز هي عبارة عن مسابقة عالمية تعتد دائما ببرلين، بتذكر سقوط جدار برلين في تاريخ 8/11/19. كانوا المنظمين الأول مرة في الأردن، استقطبوها هون في الأردن وكانوا الرائيين الرسميين لإلها. طبعا كانت المسابقة، والحمد لله أنه الأردن كانت أول مرة تشارك فيها، فكان أعلى نسبة تسجيل فيها. المسابقة بشكل عام الدولية بتحرص على أنه أي مخترع أو أي باحث مبتكر في دولة معينة بتم منافسة فيها. طبعا تكون الحل تبعه والسوليوشن أو اللي اخترع له يغطي نسبة كبيرة من المشاكل المجتمعية. فمثلا مثال، في عندنا احنا مشكلة اللي هي الطاقة الكهربائية. زي ما بنعرف زيادة عدد سكان العالم في تراكم مخيف تقريبا، فاحنا بنحتاج لتوليد الطاقة الكهربائية. الطرق المعروفة لتوليد الطاقة الكهربائية عبارة عن محطات توليد الطاقة الكهربائية أو الخلايا الشمسية أو التوربينات. لكن مشكلتها انه او المشكله العامه لهذه الطرق اللي هي بتحتاج 3 امور: مساحات كثير كبيره والسعر تبعها، وغير فعاله بالمناطق اللي بتكون مثلا مغلقه. طيب احنا كيف ممكن نحل هذه المشكله؟ احنا كمجتمع مدني وكبنيه اساسيه نستخدم انه الانابيب المياه لنقل المي، تمام؟ طيب احنا في عندنا الاف الكيلومترات من هاي من البايب اللي موجود في وين ما كان، في الشوارع، في البيوت، في المنازل. فكانت الفكرة هو عبارة استخدام جهاز
او ديزاين جهاز جديد يستخدم انه يولد الطاقه الكهربائيه من حركه تدفق المياه داخل هاي الانابيب. طبعا الجهاز سجلته براءه اختراع بالجمعيه المياه الملكيه، حاليا في طور تسجيل، حتى انه نقدر نخلي الجهاز له كثير فوائد. استخدمت انا كمهندس مواد، استخدمت ماده البوليمر البلاستيك. البوليإيثيلين زي ما بنعرف هو اكثر من نسبه نفايات بلاستيكيه موجوده في العالم. فاحنا ليش ما ممكن نخلي كمان نحل المشكله زياده، انه تم تصنيع هذا الجهاز من ماده البلاستيك حتى يكون اكثر فائديه. جميل، نتحدث عن براءه اختراع لحاجه ملحه وضروريه طبعا. حقيقه اذا ذهبنا الى مصادر الطاقه الطبيعيه وان نذهب بعيدا بما يتعلق بمصادر بديله ومتجدده وتوظيف العقول الشابه من خلال موقع مجتمع مهندسي الدولي، من خلال هذه الرابطة مهندس محمد، وأنت عرجت على موضوع التواصل والترويج إن صح الوصف لهذه الإبداعات الشبابية الريادية التي تخدم واقعنا ككل، كيف يمكن أو كيف ترى مدى أثرها حقيقة من خلال الترويج عبر وسائل التواصل الاجتماعي، من خلال الموقع، في إشادة، في أثر إيجابي، في طلبات للانضمام والالتحاق أيضا بهذا الموقع؟ أحد الأشياء اللي بنعملها في الموقع إنه نستقطب مسابقات عالمية، أو فعليا إحنا نعمل مسابقات عالمية في الأردن تتيح لكل شخص هو عنده فكرة جوهرية أو عنده مشروع جوهري إنه يوصل للعالمية أو يوصل فكرته ومشروعه للناس الصح. أول مسابقة زي ما حكى شادي فولينج وورز، فولينج وورز هي مسابقة فعليا في برلين ما كانت موجودة في الأردن، احنا استقطبنا هاي المسابقة للأردن وعملناها. كان في عنا لجنة تحكيم من أعلى الدرجات العلمية، أستاذ دكتور، بالإضافة لمشاركينا كان من بنك الاتحاد، كان من شركة زين، وبالإضافة لإنجاز ومشاركين تانيين، هذولا برضو دعمونا عشان احنا برضو نقدر نعمل المسابقة بطريقة معينة. المسابقة كان هدفها انها تنمي وتوصل اي فكرة ابداعية موجودة في المجتمع. قدم لنا 80 شخص نعمل لهم فلتريشن، وقدر الإمكان اخترنا أفضل 20 شخص عشان يعملوا تنافس بينهم وبين بعض في المؤتمر اللي صار ب10/10/2017 في الأردن. الحمد لله يعني فاز المهندس شادي في المركز الأول، وسافر على برلين وشارك في المسابقة العالمية اللي بتقوم ببرلين، ونافس 99 منافس من كل دول العالم. فإحنا في مجتمع المهندسين الدولي بنهدف فعليا أنه نستقطب أي مشروع يفيد المجتمع الأردني والعالمي بشكل خاص. وحاليا شغالين في مشروع اللي هو إثراء المحتوى العربي الهندسي، لأنه إحنا بنعرف أنه المحتوى العربي للأسف على الإنترنت في تناقص نوعا ما. فإحنا في مجتمع المهندسين بدنا نثري هذا المحتوى الهندسي تحديدا باللغة العربية، لأنه كثير من طلاب الجامعة بيستفيدوا من هيك محتوى، كثير دول بتدرس فعليا الهندسة باللغة العربية. فهذا الاشي راح يكون مفيد. طب بدي ارجع بس للاختراع اللي عمله شادي، الاستفادة من حركة المياه داخل الأنابيب انه هاي ممكن تولد طاقة. طيب شو لقيت الصدى هون؟ يعني ممكن حدا يتبنى، ممكن هذا المشروع يطور يتم تطبيقه فعلا، وقد ايه بيوفر؟ الحمد لله هسه حاليا بما اني اخذت المركز الاول بمسابقه فولينج وولز بالاردن، هون في عندنا بالاردن الفاب لاب، هو اكبر تعتبر لاب لتصنيع الابتكارات كامل. الحمد لله اخذت منحه كامله في تصنيع هذا الجهاز، وان شاء الله في موافقات على الطريق نحكي انه حتى طبق الجهاز بعض مناطق عندنا بالاردن هون حاليا. بس قد ايه بيوفر؟ هسه حاليا الجهاز يعني بيعطي طاقه كهربائيه من 600 واط ل 1 كيلو واط، تقريبا ضعفين الخليه الشمسيه العاديه واقل سعر منها كمان. بحاجه الى كلف ماليه؟ إذا تحدثنا بالكلفة التصنيعية للأجهزة المستخدمة؟ الأجهزة المستخدمة هي أجهزة موجودة حاليا بالأردن موجودة والمادة الأساسية البلاستيك، فسعر البلاستيك يعني نحكي قليل، خصوصا بستخدم البلاستيك المعاد تصنيعه لسه لأن التكلفة لسه أقل. اللهم التكلفة الأساسية اللي هي عملية التصنيع أو الاستخدام الماكينات الأساسية للجهاز. نعم مهندس محمد، يتحدث المهندس شادي عن مؤسسات مانحة وتتبنى هذه المشاريع كالمصنع، وكانوا ضيوفنا نسرين إذا
تذكري بأسابيع ماضية الفاب لاب بمدينة إربد بمحافظة إربد، ويعني استعرضنا عديد من المشاريع الريادية وكانت سباقة حقيقة بأن تتصدر وتخرج خارج نطاق المملكة الأردنية الهاشمية. تشبيك العالي المستوى إذا تحدثنا مع مؤسسات الدولة من خلال موقع مجتمع المهندسين، وزارة المياه والري على سبيل المثال، وزارة البلديات، وزارة البيئة، أيضا هناك شراكات واتفاقيات مع مؤسسات المجتمع، وهذا هو الفكر الحديث أيضا الذي تطبقه الحكومة على وجه التحديد. 100% احنا حاليا لأنه فعليا في بالأردن عندنا طاقات عن جد إبداعية ولازم توصل للعالمية، قاعدين بنعمل شراكات بحيث أنه تفيد كل الناس اللي بيكونوا مسجلين معنا. أول شراكة بدينا فيها لأنه إحنا كل المجتمع بتمحور حول المهندسين هي مع نقابة المهندسين الأردنيين، بحيث أنه نقابة المهندسين تقدم كل خدماتها لكل شخص موجود على هذا الموقع الإلكتروني وتفيده بكل الطرق الممكنة. في كمان مع منظمة IEEE، يعني هاي الجمعية هي جمعية عالمية بتقدم كل الخدمات لمهندسي الإلكترونيات والكهرباء بشكل عام. فإحنا أي شراكة ممكن نعملها بكون هدفنا الأول منها أنه نفيد المهندسين الموجودين ونفيد المجتمع برضو بشكل عام، لأنه فعليا في أفكار موجودة وخلاقة لازم تطلع ولازم توصل العالمية ولازم يستثمر فيها بأي طريقة ممكنة. وهذا الاستثمار فعليا ما بوصل للفكرة إلا إذا طلعت هاي الفكرة عن طريق منصة معينة أو شاركت في مسابقة معينة وفازت فيها، وهذا يعني هو كان سبب مسابقة فولينج وولز اللي عملناها في الأردن، وإن شاء الله السنة الجاي راح نرد نعملها مرة تانية وراح يكون في مسابقين تانيين وراح يوصل للعالمية إن شاء الله. إن شاء الله. وإحنا يعني بهاي الوجوه الطيبة والأفكار الموجودة عندكم إحنا بنختم لقائنا، يعني ختامها مسك. كان معكم مهندسين محمد وشادي، أهلا وسهلا فيكم، كل التوفيق. الله يسعدكم. وبالختام دائما كما نتحدث أعزائنا المشاهدين، على الأمل التقينا وبإطلالة يوم جديد انطلقنا من نسرين أبو صالحة ومجحم العدوان. أطيب الأمنيات على أمل اللقاء بكم بحلقة أخرى. دمتم بحفظ الله.